إذن مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، وصلنا بكم إلى ختام أشواط هذا اليوم، ثاني أيام هذا المهرجان، مهرجان قصر الحصن. نأتي إلى الشوط الأول، إلى أيضا الدكتورة سعيد بن ناصر بن أحمد الدرعي، هي صاحبة أول أشواط هذا اليوم وصاحبة أيضا التوقيت الأفضل. تهانينا والناموس لسعيد بن ناصر بن أحمد الدرعي على فوز الدكتور، وسلام يا القوع، سلام على هذا الفوز والانتصار. بينما شوط الجعدان الرئيسي أيضا يأتي مشرف لمطر بن حمد بن مبارك المهيري وسلالة شاهين المهيري المعروفة دائما وأبدا في عالم سباقات الإجن العربية الأصيلة. 6 دقائق 3 ثواني و6 أجزاء من الثانية. والتحية أيضا لسعيد بن حمد بن مبارك المهيري رعم طيلة من قاد شاهين إلى الفوز والتتويج. بينما ثالث أشواطي هذا اليوم ذهب مع مياس العبدالله بن خليفة بن ياعد الحميري ليكون أحد المتوجين في هذا اليوم مهدي أهالي سويحان هذا الفوز والانتصار ب6 دقائق 5 ثواني وجزءا واحدا من الثانية. انطلق رابع أشواط هذا اليوم من خلال 25 شوطا و4 كيلومترات هي المسافة المقررة. فاستطاع مشاغب بن لسيب بن مصر بن راشد العميمي أن يكون أحد الفائزين والمتوجين بقيادة محمد بن سالم الهاشمي ب6 دقائق 4 ثواني جزئين من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. بينما خامس أشواط هذا اليوم لتاتي الضبية الوزباوية وتهدي أيضا هنا شعار بوطلاق ناصر بن حمد بن محمد السم المنصوري أحد أبطال الوزبة ليؤكد بأن النشاط والحيوية المتواجد في هذا المهرجان ب6 دقائق 7 ثواني و6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. بينما هنا شوطنا السادس تأتي هنا مسيرة التي أكدت المسيرة والفوز والانتصار لسلطان بن محمد سيف العرياني مؤكدا هذا الفوز والانتصار ومهديا أهالي العين هذا الانطلاق الرائع والجميل من خلال هذا الفوز والانتصار. 6 دقائق 6 ثواني جزءا واحدا من الثانية. بينما شوطنا السابع استطاع في كفو أن يكون كفو للمهمة واستطاع ثاني بن علي بن سيف الدرمكي أن يفوز بهذا الشوط ويؤكد تواجد العيناوي بالفعل من خلال هذه المنافسة القوية. واستطاع ب6 دقائق 6 ثواني 3 أجزاء من الثانية ثاني بن علي بن سيف أيضا بن الصبغة الدرمكي هو من فاز في هذا الشوط واستطاع الفوز والانتصار. بينما الشوط الثامن كانت خيرة لسيف بن مصر بن راشد العميمي أكد التواجد مرة أخرى بعد المنافسة القوية والعملاقة من شعار المشغوني، ولكن هنا العميمي مالك شاهين أحد بنوك الإنتاج بدولة الإمارات يضيف النقطة الثانية. 6 دقائق 7 ثواني وفاء وتماما وكمالا. بينما شوطنا التاسع استطاعت أيضا هنا مياسة بالشكل الجميل والأداء الأكثر من رائع أن تهدي أهالي الغربية هذا الفوز والانتصار. ذياب بن أحمد بن شملان الفلاحي استطاع أن يفوز بهذا الشكل الجميل وسلالة مياس بالفعل السلالة الصغانية أكدت التواجد في سن الحقائق. 6 دقائق و6 ثواني 5 أجزاء من الثانية. بينما شوطنا العاشر استطاع في الشبل أن أيضا يهدي أهالي السلطنة وأهالي ميدان الدريز بولاية القابل بمحافظة شمال الشرقية في السلطنة مهديا محمد بن عامر بن علي المشيقري هذا الفوز والانتصار وهذا التواجد الأكثر من رائع من خلال هذا الاندفاع وكان أيضا مع الموعد وخط النهاية. مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام 6 دقائق 5 ثواني جزئين من الثانية. بينما شوطنا الحادي عشر استطاعت فيه اليمامة لمحمد بن سهيل بن عويضان العامري شعار بو حمد بالفعل من تواجد في هذا الانطلاق الرائع والجميل ليؤكد خويطر العامري بأن انطلاقة هذه النوعيات المتواجدة هنا في مهرجان قصر الحصن أحد المهرجانات الكبيرة هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة. 6 دقائق 7 ثواني 9 أجزاء من الثانية. والتحية لمحمد بن سهيل بن عويضان العامري على فوز اليمامة. بينما شوطنا الثاني عشر فكانت هناك خطيرة أو ذخيرة بالفعل
محمد بن سعيد بن علي بن سرود هي مفاجأتنا في الأمتار الأخيرة، اللي أيضا تأتي بالمخزون والذخيرة التي اختزنها بن سرود ليدفع بها إلى خط النهاية بست دقائق ست ثواني جزءا واحدا من الثانية. سلام ذخيرة سلام. بينما شوطنا الثالث عشر استطاع شاهين القادم بكل نشاط وحيوية وانطلاق ولا أروع. هنا بدر بن محمد بن مكتوم الينيبي هو من أكد هذا التواجد وأكد هذا الانطلاق الكبير من خلال هذا الاندفاع مشاهدينا متابعينا الكرام، محققا 6 دقائق 4 ثواني وفاء وتماما وكمالا. بينما هنا شوطنا الرابع عشر أتت فيه الواعية واستطاع محمد بن علي بن عبد الله الرميثي أن يهدي أهالي سويحان هذا الفوز والانتصار بانطلاق رائع وجميل واندفاع الواعية هذا الاسم العريق والتراثي الكبير. إذا مشاهدين الأعزاء هذه لحظات الوصول 6 دقائق أيضا و4 ثواني 5 أجزاء من الثانية. إذا شوطنا الخامس عشر استطاع في إلافي أن يلفي بالفوز والناموس ويهدي ناصر بن أحمد بن حسن العامري مؤكدا تواجد السلالة الشاهينية ما شاء الله والاندفاع الكبير ليهدي أهالي الساد هذا الاندفاع الكبير والرائع ب6 دقائق 5 ثواني 4 أجزاء من الثانية. ناصر بن أحمد بن حسن العامري تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. بينما هنا شوطنا السادس عشر استطاعت الشاهينية وأكدوا أبناء السلطنة وأهالي ولاية المضيبي وميدان الزهرة بالفعل بأن تواجد بن شامس هو من كان ناصر بن عبد الله بن شامس الوهيبي أو المحاربي بالفعل 6 دقائق 5 ثواني 7 أجزاء من الثانية. سلام يا السلطنة سلام على هذا الفوز والانتصار. بينما شوطنا السابع عشر أكد أيضا أبناء الزهرة مرة أخرى وأبناء ميدان الأبيض هنا أو ميدان الزهرة بالفعل من ولاية المضيبي مؤكدين من السلطنة التواجد مع محمد بن حمود بن علي بن نظيمة الوهيبي ليؤكد أيضا هنا بثاني أفضل توقيت زمني من خلال هذا التواجد ومن خلال هذا الاندفاع الكبير والتحدي المثير. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. لحظات الوصول مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام ب6 دقائق 2:08 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. بينما سرابة تأتي في الشوط الثامن عشر ليؤكد هنا راعي ريمة محمد بن عبد الله بن أحمد الظهري أحد الأسماء القوية والعملاقة المنطلقة والقادمة من ميدان التراث 6 دقائق 3 ثواني و7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للظهري على هذا الفوز والانتصار. بينما شوطنا التاسع عشر أتى فيه مشاكل لناصر بن مبارك بن عي الشامسي واستطاع أن ينفرد بالفوز والانتصار بعد تحقيق أيضا هنا أيضا النتائج الرائعة والجميلة مع هذا القعود واستطاع أن يسجل هذا الفوز كما فاز في أحد بطولات الوثبة ليكون أحد المتوجين في هذا اليوم 6 دقائق 5 ثواني 5 أجزاء من الثانية. بينما شوطنا العشرين عاد بالنصر مبارك بن محمد بن نصر العامري إلى البطولات والتتويج ليؤكد بأن فرحة هي اليوم في أكبر فرحة بالمشاركة في هذا المهرجان الغالي مهرجان قصر الحصن الذي يقام على أرضية هذا الميدان الكبير ميدان الوثبة لسباقات اللجنة العربية الأصيلة ومحققة ثالث أفضل توقيت زمني في هذا اليوم لتحتل المرتبة الثالثة في التوقيت الزمني. ويأتي مبارك بن محمد بن نصر العامري مؤكدا بأن تواجد فرحة هو يؤكد بأن تواجد المساء ويكون أيضا النجومية رائعة 6 دقائق 3 ثواني جزءا واحدا من الثانية. بينما شوطنا 21 أتى فيه هملول فاستطاع عبد الله بن سيف بن غدير العرياني أن يفوز في الشوط 21 مؤكدا هذا التواجد ومؤكدا الفوز والانتصار. هذه هي فرحة بن نصر ما زالت على شاشة ياس التراثية الفضائية. بينما شوطنا 21 أتى هملول عبد الله بن سيف بن غدير العرياني القادم من مدينة العين هناك بقيادة أيضا
مسلم بن سالم بن سعيد الوهيبي من قاد هذا الاسم وتواجد مع هذا الشعار بست دقائق اربع ثواني واربع اجزاء من الثانيه. دائما هذا الشعار يعودنا بالانتصارات في ايضا سباقات الحصن. بينما شوطنا الثاني والعشرين اتت فيه الزاهيه فزهت بشعارها وانتصاراتها مع تالق ناصر بن محمد بن قران المنصوري ليكون احد المتوجين في نجوميته الرائعه في هذا الموسم. ست دقائق اربع ثواني اربع اجزاء من الثانية والتحية لصبيح بن سالم الغيلاني. شكرا يا ابو سالم على التواجد والانطلاق مع هذا الشعار. بينما شوطنا الثالث والعشرين أتى كفو لعيد إنجازاته الأخيرة ويضيف إنجاز آخر مع إنجازاته المتكررة السباقات التمهيدية والسيارة ليضيف السيارة الثانية في هذا اليوم. صبيح بن سالم الغيلاني ست دقائق سبع ثواني جزءا واحدا من الثانية. تهانينا لمالك كفو على هذا الفوز والانتصار. بينما هنا شوطنا الرابع والعشرين الجذابة لزيد بن راشد بن محسن بن انديلة هي من فازت وجذبت أضواء هذا الشوط لتكون متوجة بانطلاق رائع واندفاع مميز من خلال هذه الانطلاقة. ست دقائق عشر ثواني جزئين من الثانية. بينما شوطنا الخامس والعشرين أتت فيه العدملية فاستطاع هنا شعار الرسمي مع عامر بن سعد عامر بن سعيد بن سعد الرفادة المري الشعار القادم من المملكة العربية السعودية. هكذا يؤكدون أبناء دول مجلس التعاون الخليجي المشاركة في هذا المهرجان. فهذا هو الشعار الرسمي. ست دقائق خمس ثواني جزءا واحدا من ثانية. تهانينا لعامر بن سعيد بن سعد الرفادة على هذا الفوز والانتصار. هكذا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام شاهدنا 25 شوطا في ثاني أيام هذا المهرجان وفي ثاني أيام انطلاقات مهرجان قصر الحصن لسباقات الهجن العربية الأصيلة الذي يقام هنا على أرضية هذا الميدان ميدان الوثبة لسباقات الهجن العربية الأصيلة عاصمة الميادين. وعبر هذا النقل الحي والمباشر من قناة ياس التراثية الفضائية التي تأتي بكل ما هو جديد وهنا عبر هذا النقل الحي والمباشر. إذا نذكر بالتحضير في الفترة المسائية وفي أشواط الحقائق وأيضا أشواط الرموز. نأتي في تمام الساعة الثانية والنصف بالتحضير بمشيئة الله وتوفيقه. شكرا للمخرج أسامة الأواري، شكرا لكل الزملاء الذين تواصلوا معي بالوصف التعليق، شكرا لمحمد بن مية العفاري، شكرا ليوسف بن قاسم البلوشي، شكرا للجميع كل من تابع وحضر على أرضية هذا الميدان. محدثكم سالم بن علي الحبسي، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.